بسم الله، تنرحب بالحضور الكريم. شكرا على تلبية الدعوة وشكرا على المساندة ديالكم. احنا المكتب الجديد الشرعي لجمعية الجود للسكن، هذا المكتب اللي انتخب خلال الجمع العام ديال 17/12/2023 بطريقة شرعية ديمقراطية مع كامل الشفافية وبالنصاب القانوني وبأغلبية ساحقة، إلا أنه كنتفاجئوا الوقت اللي بغينا نبلغوا السلطات أن المصالح المختصة رفضت أنها تسلم عندنا الملف ديالنا ديال الجمع العام. والسؤال المطروح هو واش أي مكتب انتهت الصلاحية ديالو؟ هنا تجدر الإشارة إلا أن هذا المكتب انتهت الصلاحية ديالو منذ 3 سنوات ونصف. يعني السؤال المطروح واش أي مكتب انتهت الصلاحية ديالو أو ما تجددش فيه الثقة بإمكانه أنه يدير واحد التعرض ويعرق العمل ديال الجمعية ويضرب المصالح ديال أكثر من 400 منخرط. النداء ديالنا للسلطات باش يتعاملوا مع هذا المكتب الشرعي والقانوني وباش يمكن له يباشر الأعمال ديالو ويخرج الجمعية من هذه الأزمة اللي كتعيشها وصل لبر الأمان. ومرة أخرى تنرحب بكم وتنشكركم على الحضور ديالكم والمساندة ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله، مرحبا بالحضور الكريم. تنشكروا هاد المنابر الإعلامية اللي جات عندنا إن شاء الله وحاضرة معنا اليوم باش تساندنا في هاد المشكل اللي عندنا مع هاد الناس ديال الجمعية ومع مكتب الجود السابق المنتهي صلاحيته. نحن مكتب الجمعية المنتخب من طرف المنخرطين في الجمع العام اللي دار نهار 12/17/2023. هذا المكتب هذا اللي انتخب بطريقة ديمقراطية وبشفافية وكان عنده أغلبية ساحقة. واحد المفاجأة تفاجئنا بها ملي جينا عدم استلام الملف القانوني ديالنا للجمعية لدى السلطات المحلية. مع المشكل اللي طرا هو ان تسلموا تعرض من عند المكتب السابق المنتهي ولايته، وحنا ما بغوش يتسلموا من عندنا الملف القانوني ديالنا اللي هو شرعي وقانوني بحكم ان المكتب القديم دار لنا تعرض. مفارقه عجيبه، بغينا نفهموا ما معنى هذه المساله ديال انهم يشدوا تعرض من عند المكتب القديم منتهي صلاحيته وما يشدوش الدوسي القانوني او الملف القانوني للجمعيه الحاليه. من هذا المنبر انا اناشد جميع المسؤولين والسلطات المكلفه بهذه المدينه ديال تماره انها توقف معنا وتشوف تفتح شي تحقيق في هذا الملف هذا ناخذ حقنا، لان دابا الناس منخرطين تيتسناو كاين اللي مازال ما دخلش للشقه ديالو وكاين بزاف ديال المشاكل، ودابا هذا المكتب القديم تيدير لنا عراقيل. دابا بغينا نناشدوا هاد الناس يفتحوا تحقيق ويعطونا حقنا باش نباشروا العمل ديالنا. والسلام عليكم ورحمه الله. شكر المنابر الإعلامية اللي حضرة معنا في هذا النهار وعلى الحضور ديالكم من أجل مساندتنا ودعم الحق وإيصال صوتنا للسلطات المعنية. هذا المكتب الحالي ديال جمعية الجود للسكن هو المكتب الشرعي المنتخب يوم 17/12/2023. هذا المكتب الأعضاء ديالو كاملين من المنخرطين اللي داروا يديهم في بعضياتهم باش يعبروا بهذه الجمعية إلى بر الأمان وباش يحافظوا على المصالح ديال المنخرطين. إلا كما سبق الذكر من طرف السيد الرئيس ولا السيد الكاتب العام أننا ملي مشينا نحطوا الوثائق ديالنا لدى السلطات المعنية كنتفاجئوا بقرار المنع. يعني المنع ماشي حتى الرفض، المنع من إيداع الوثائق ديال هذا المكتب ديال التجديد. يعني ان السلطات المحليه عندها السلطه الاداريه وليس لها السلطه القضائيه باش تمنع هذا المكتب الجديد الحالي بدعوى ان المكتب السابق قدم واحد الدعوه ديال التعرض. يعني انا بالنسبه لي ان هذا امر غير مستصعب. من هذا المنبر كنطالب السلطات المعنيه بالامر انها تتعامل مع هذا المكتب لانه هو المكتب الشرعي والقانوني والممثل للمنخرطين واللي انا وحده منهم قبل ما نكون في هذا المكتب. وشكرا جميعا على الحضور ديالكم. بالنسبه للجمع العام داز بطريقه شرعيه قانونيه. كان المفوض القضائي اللي كان النصاب القانوني كان حاضر،
وكانت الغالبية الساحقة، والمفوض القضائي نزل المحضر ديالو عند في المحكمة وعطانا نسخة من المحضر ديالو، وكان كانت الدعوة للحضور، كان المكتب السابق هو اللي عقد هذا الجمع العام، وتسلمنا الدعوة ديال الحضور وحضرنا، وكمان خريطين مارسنا حقنا الطبيعي في التصويت. غادي نجاوب على نص السؤال، والنص الاخر نعطي الكلمة لواحد الشيخ الزميلة ديالي اللي هي اقدم عنصر في هذه الجمعية. بالنسبة للخلاف، ما كاين حتى شي خلاف بيننا وبين المكتب السابق، حنا مجرد منخرطين عاديين، ما كنا لا كنطمحوا لا كنرغبوا اننا نكونوا في المكتب ولا حتى شي حاجة. منخرطين عاديين، حضرنا الجمع العام. سحب الثقة، سحبوا المنخرطين بالإجماع. لماذا؟ لا لا، المكتب الجديد ما كانش، المكتب القديم ما كانش، وانتهيت الولايه ديالو 3 سنين ونص، اذا ما كاينش شنو غتسحب الثقه، ما كاينش علاش غادي يسحبوا منه الثقه. ما المكتب السابق ما طرحش هاد الامكانيه هذه، وما ما طرحتش من قبل. دونك بالنسبه لنا انتهت الولايه ديالو، ما جدوش فيه الثقه، ما دارش هو يمكن كاع، ما تسناوش انهم يجدوا فيه الثقه. دونك تقدم مكتب جديد للانتخابات. شكركم الحضور ديالكم، تنشكر المكتب ديال جمعيه الجود المنتخب على الدعوه اللي وجه لينا. بغينا ندير هي توضيح كمنخرط في الجمعيه ديال الجود من 2011. الاخوان دابا باللي تيتسالوا علاش المكتب الجديد دخل في خلاف مع المكتب القديم، انا غادي نعطيكم الراي ديالي الخاص بشكل موضوعي، يعني بعيد على المزايدات وبعيد على التشنجات. المكتب القديم اللي نورمالمون سالات الولايه ديالو هذه مده، دار دعوه للجمع العام. مادام هو دار دعوه للجمع العام، المنخرطين لبوا الدعوه وحضروا نهار 17/12/2023. السيدة الرئيسة السابقة علنات في شخص بنتها اللي كانت حاضرت هي مع المكتب أن النصاب كاين، وهادشي حنا كلش حضرنا ليه. دونك النصاب القانوني لبداية الأشغال ديال الجمع العام كان. دونك حنا غادي نمشيو كما تنقولوا درجة بدرجة. بداو الأشغال، المكتب القديم رشح واحد الشخص باش يكون مسير، جابوا معاه. المنخرطين في أغلبيتهم رفضوا هذا الاقتراح، مارسوا حقهم اللي هو معروف ديال الجمع العام سيد نفسه، واقترحوا مسير ومقرر للجمع العام. في هذه اللحظه بالضبط المكتب القديم تينسحب، ولكن المنخرطين اللي هما اغلبيه كملوا الاشغال ديال الجمع العام ديالهم، وداروا مكتب جديد وانتخبوه بالاغلبيه. يعني اكثر من الثلثين ديال الناس اللي كانوا حاضرين في الجمع العام انتخبوا على هذا المكتب الجديد بشكل موثق. انا تنقول لكم لان هذه حوايج اللي شفنا بعينينا، ماشي عاودنا شي واحد. يعني الناس راه داروا التصويت بشكل فردي، يعني لائحة توقعوا فيها بديهم بالاسم واللقب والبطاقة الوطنية أمام مفوض قضائي، وبالتالي يعني لا مجال للمزايدات هنا. الجمع العام راه كان واضح في أنه صوت على مكتب جديد. أنا هنا بغي ندير ثلاثة ديال الاستفسارات الناس اللي تهمهم الأمر. أولا المكتب القديم علاش متشبت بالكرسي؟ أنا هذا السؤال أنا ما نكذبش عليكم، أنا ضرني في راسي. مادام تتشوف الاغلبيه المنخرطين تيقولوا لك اودي راه ما بغيناكش، بغينا مكتب جديد، انا في نظري الانسان خصو ينسحب ويدير تسليم السلطات، وبالعكس خصو يقدم المساعده للمكتب الجديد ويفضل المصلحه الفضلى ديال 400 ولا 500 ديال المنخرطين. علاش هذا التثبت بالكرسي؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني اللي هو موجه للسلطه المحليه، كيفاش مكتب جديد منتخب بشكل ديمقراطي وباغلبيه تترفض انت تقبض عنده الملف ديالو؟ وهنا تطيح في واحد التناقض، قبضتي تعرض وما قبضتيش ملف ديال المكتب. المكتب القديم الا كان عنده شي مشكل او عنده شي اعتراض او عنده شي تعرض على الجمع العام، راه المسطره باينه، خصو يمشي للقضاء، يمشي للمحكمه ويدير طعن في الجمع العام. هادشي اللي تنعرف انايا.
نتمنى ان الفكره ديالي تكون وصلت وشكرا لك. بالنسبه لهذه الوقفه ديالنا هي جات من بعد الندوه الصحفيه وقفه الساكنه ديال ساكنه الجود اللي السكن بالاشطر الثلاثه الشطر الاول والثاني والثالث وما نساوش حتى الساكنه ديال الفيلات لان كاين واحد الشطر اللي باقي الان ما تسلموش البقع ديالو تما عندهم مشاكل. فكما كتعرفوا بان هذه الوقفه ديالنا هي جات لنطالب الجهات المعنيه اللي خصها تسلم الملف القانوني ديال الجمعيه بالمكتب ديالها القانوني والشرعي اللي تنتخب باجماع وباغلبيه ساحقه يوم 17 دجنبر 2023. كنستغربوا انه كاين تعرض ديال المكتب السابق اللي انتهت الولايه ديالو 3 سنوات ونصف. لهذا نحن والحمد لله في بلد ديال الحريات وديال القانون، فكنبغيو تطبيق القانون او التطبيق العادل للقانون بتسلم الوثائق ديال المكتب الجديد باش يتسنى المكتب انه يباشر المهام ديالو، لان هاد الاقامه ديال رياد الجود تعاني واحد الازمه اللي ماشي سهله، ازمه ديال عدم اكتمال بعض المشروع خصوصا الناس ديال الشطر الثاني وحتى الشطر الاول والشطر الثالث، ففيه بزاف ديال ما اسميه باختلالات اللي غادي نرجعوا لها ان شاء الله تعالى في الوقت ديالها. سيدنا محمد تنقدم راسي حليمه نجم، انا هي امينه المال نتاع جمعيه الجود المنتخبه في هذا 17 12 2023. نورمالمون ما كنتش باغا باش نرجع كاع لهذا المكتب، كنت من المؤسسين تاع هذه الجمعيه، ما كنتش باغا نرجع لهذا المكتب لحقاش عندي مشاغل مازال زايد انه تيظلم الناس، ان يدير كانوا الناس خلصوا له لي فري ديكلاتمون من 2020، هادو اللي سكنوا في 2020 خلصوا لي فري ديكلاتمون وحتى لدابا مازال ما عطاهمش لي فري ديكلاتمون، وهما دوغ دابا بورسون اوليو تاع 1.5% بلا عاوتاني ان هاد زعما كيفاش كان تيتسير المشروع، كان تيتسير للصالح بان حنا بين للصالح الخاص، ماشي اللي زعما نشهد على اللي تنعرف، وميم طون اننا نحاولوا اننا نردوا الحقوق اللي مواليها اللي هو المنخرط واللي هو خص تكون المصلحه العامه هي الاولى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.